إننا تلتزع إنما كنتم أسعد الله مساءكم بكل خير وطبع وكاتكم من جميل والبركات ليكم كمان برامجنا. أنا اليوم برنامج أحلى الليالي في رمضان برنامجنا. أنا اليوم نحن كمان معانا هني الفنان الجادي محمد علي دارسلة. محمد علي دارسلة وكمان فنان جادي وقدم الكثير في الفن. اليوم هو معانا في بلاتو حقنا. محمد علي مساء الخير ورمضان كريم. مساء النور ورمضان كريم وبرنامجي إن شاء الله، وإن شاء الله دائما نكون ضيوف خفيفين عليكم إن شاء الله. محمد علي البرنامج علينا كمان جاينا بدعم لك بالسبونسر حقنا وراديسون بلو خلفنا كان شايف ورانا. على كل حال انت معنا اليوم في بلاتو وكمان نتكلم بالفن الشادي. الفن الشادي شويه كذا ماشي مع الناس تتكاسل منها. شنو خلى كمان الناس دي قاعده تتكاسل تجيء ما في ولا شنو السبب الناس خلى قاعده تتكاسل من الفن الشادي؟ شكرا جزيلا. والله كان جينا نتكلم في ناحيه عن الفن الجادي، هو يعني المكسيك يعني من ناحيه الالات يعني الحمد لله عندنا البلد فيها الات كويسه وهي، لكن الفن ما الات، الفن هو عشان يتطور لازم يكون في تعليم. اولا يكون في تعليم ذاته، يعني الفنانين يكون لهم مدارس بتاع الموسيقى. يعني احنا اليوم في كاد ما عندنا مدرسه موسيقى، لا شيء بيخلي شنو يعني الشباب اللي بيقوموا صح فعلا بيبدوا انه دارين يغنوا ودارين يتعلموا الفن لكن بيكونوا ناقصين. اضافه لنا ان احنا الناس اللي ظهرنا على الساحه الفنيه يعني ماشيين، لكن فجاه كده وقفنا. انا يعني ما وقفنا مره على سنة نجي اعمال، ممكن في فنانين لكن ما وقفنا نقول لانه الاعمال ما مرقت، الغنى ده ما مرق للشعب، غنى كثير قاعد، يعني انت عندك 40 50 غنى لكن ما مرقت قاعده تمرق كيف؟ لانه ما في دعم. يعني نجي الواقع انه عدم تطوير الفن في تشاد، يعني عدم المدارس الموسيقيه، عدم المعاهد، عدم الدعم للفنانين المقتدرين البروفيشنال، يعني ما في مساعده لهم عشان يقدر. انت خلاص مشيت كل سنه بتسوي 10 غني بتسوي 20 بتسوي 15 لكن ما تقدر تمرقها. الاغاني تحل قضايا تحل مشاكل كثيره لكن انت ما تقدر تمرقها، تمرقها كيف؟ الحاله بقى صعبه، الوضع بقى صعب، ما في دعم. الشريحه بتاعت الفنانين القبيله عن الفن بذاتها، هي ما قبيله، هي برضه ما عضو مهم في المجتمع، تحل قضايا. يعني الفن يعالج قضايا او مشاكل السياسيين ما يقدروا. انا بكلمه بس نقدر نعالج مشكله لكن السياسي ما يقدر. عشان كده المفروض دي برضو يعني شريحة من المجتمع الموجود يكون لها شنو وضعها ويكون لها مساعدات عشان الفن يتطور. وفي دول بالفن بس، بالفن بس طفرت مشت قدمت بالفن بس، فنحن ما دارين اكثر شيء. الضوء الله عندنا قال لنا اي فنان كان بمرك من جاد بجي فريمر بجي ديزن، ما شاء الله دي حمد نعمه من الله. طيب ما بزول يفوتوا، نعم، لان انت سمعتك اهم من اي شيء. الفنان الفنان البروفيشنال سمعته اهم لي من اي شيء. يتكلم دائما في الوطن وفي الوطنيه. كان يكون عندنا فرصه في الجمهوريه الرابعه يكون في فنان يدوا فرصه عشان يتكلموا. احنا ما ناس حريف، احنا ما ناس مشاكل، احنا ما ناس اوكوزا، احنا مع شنو؟ مع الصح. طيب لكن ليش؟ الفنان عنده الروح الرقابيه والفنان لازم كمان يكون قبل ما يكون ده. على كل حال عندنا نرجع لك ميدي وذلك كمان ما صرتنا يا فصلنا يا جميل. والله انا سمعت اغنيه بنادي لكل اخواننا المسلمين وابناء الاسلام بانه الوضع بس حاليا في اي مكان في متشددين وفي ناس ارهابيين وفي حاجات دي. احنا الحاجه دي شغلت المجتمع الدولي وشغلتنا نحن ذات الحمد لله بكفاءة الجاديين وقدرة قوة الأمنية الجارية قدرت تصدت لهذه الحقوق الحرام والحاجات والمشاكل. فعشان كده كتبت أغنية بتقول الإسلام دين السلام، الإسلام ما دين فجران، الإسلام القتل الحرام. فنذكر في الأغنية الناس تعرف إنه يعني ما تمشي في الناس واحد يلبس نفسه في وحله يخش في غرفه حرام ولا يخش في تجديد عشان كان فلوس ويبيع نفسه ويبيعه. طيب خليكم معنا انتم في برامج احلى الليالي في رمضان، ونحن كمان نسمع اغنيه من الفنان محمد علي دارسلة اغنيه الاسلام دين السلام.
كمان هنا مشاكل خليكم معنا. دين السلام الإسلام دين السلام في الإسلام القتل حرام في الإسلام القتل حرام الإسلام دين المحبة الإسلام وادي مجرام الإسلام دين المحبة الإسلام وادي مجرام مسلم اصيل ما بكون بلدي مسلم اصيل ما بكون اهلي مسلم اصيل ما بكون بلدي مسلم اصيل ما بكون اهلي ما بكي ارهابي ابيع روحي ما بكي ارهابي ابيع روحي ما بكون ديني ما بكون رسولي الاسلام دين السلام الاسلام دين السلام في الإسلام القتل حرام في الإسلام القتل حرام الإسلام دين المحبة الإسلام وادي مجرام الإسلام دين المحبة الإسلام وادي مجرام من دون أدب كيف أفجر نفسي حرام في الجوامع أبطل مصلي من دون أدب كيف أفجر نفسي حرام في الجوامع أبطل مصلي بعدين كيف ربي ألاقي بعدين كيف ربي ألاقي أحسن أتوب وأذبح غيبتي الإسلام دين السلام الإسلام السلام بالإسلام القتل حرام بالإسلام القتل حرام الإسلام دين المحبة الإسلام وادي الإجرام الإسلام دين المحبة الإسلام وادي الإجرام أنا مسلم أصيل ما بكون بلدي مسلم أصيل ما بكون أهلي أنا مسلم أصيل ما بكون بلدي مسلم أصيل ما بكون أهلي أصيل ما بكون أهلي ما بقى إرهابي بيع روحي ما بقى إرهابي وبيع روحي ما بكون ديني ما بكون رسولي الإسلام دين السلام الإسلام دين السلام في الإسلام القتل حرام في الإسلام القتل حرام الإسلام دين المحبة الإسلام وادي الإجرام الإسلام دين المحبة الإسلام وادي الإجرام
دون أدب كيف أفجر نفسي، من دون أدب كيف أفجر نفسي. حرام في الجوامع أبطل مصلي، حرام في الجوامع أبطل مصلي. بعدين كيف ربي ألاقي، بعدين كيف ربي ألاقي، بعدين كيف ربي ألاقي. أحسن أتوب واتبع غيبتي، الإسلام دين السلام، 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 الإسلام دين السلام. بالإسلام القتل حرام، بالإسلام القتل حرام، الإسلام دين المحبة، الإسلام دين إجرام، الإسلام دين المحبة، الإسلام دين إجرام، الإسلام دين المحبة، الإسلام دين إجرام، الإسلام دين المحبة، الإسلام دين إجرام. رسالة جميلة من الفنان محمد علي دارس إلى الأخوان المسلمين، كمان قال لهم خليك الإسلام نقوي، لكن الإسلام ما دين الإكرام، الإسلام ما لسا أبدا إرهابي أو يسعود ويسعود أو الشمس تفجر نفسك، دم الإسلام على كل حال، الإسلام دين على محبة والإسلام دين كل شيء. خليكم معنا في برنامجكم أحلى الليالي في رمضان، أحلى الليالي في رمضان. محمد علي دارس إلى أن دائما نتكلم الجديد الفناني الجديد. كان زمان عندكم واحد فيستيفال بسموه كمان البناك، الفيستيفال ده الجديد فيه شنو السبب؟ ما لح الفيستيفال ده أول وزارة ما قاعد تتم بيه، وأن الوزراء اللي قاعد جابهم ورا دول ما عنده خبر كيف البناك ده قاعد. أنا ما أقدر ألوم الوزراء صراحة، أقدر ألوم الوزراء أن الوزراء الوزير ما قاعد، يعني وزير بقعد شهر يعني قبل ما يستعدل، قبل ما يغير الديت ذاته اسم عن الوزارة ذاته، بدل كان وزارة الشباب والرياضة والثقافة والسياحة، الليلة غير مثلا وزارة الشباب والثقافة، قدر تصلع الديت أو تستعدل انت ذاته خلاص دلوه، ده ما ممكن يعني كده نمشي كيف. خلاص انت أوراقك ذاته قدر تقدم لنا المهرجان وتقدم لنا النشاطات الثقافية، الوزير يقول لكم أوكي يقابلكم بكويس، يقابلكم كويس مسافة، خلاص يجي عشان تجي في النقاط المهمة تكملوا عشان تمشي تبدأ في دعاياتكم ولا المخرجات أو نشاطاتكم الثقافية، تلقوه دلو خلاص. هل يجي لك قدر يستعد المشكلة الحاجة تكون صعبة، فنتمنى إنه الوزارة تثبت، ولا وزارة الشباب والثقافة والرياضة، ولا وزارة الشباب والتنمية السياحية، ولا وزارة الشباب والرياضة والتنمية، خلي تثبت لنا وخلي الوزير ذاته كده خليه يقعد فترة طويلة عشان يشتغل، عشان يسوي علاقات برا، عشان يعرف الفنانين. في الليل وزير بيجي بقعد لسه الفنانين ما يعرفهم لسه، يعني ممكن وزير ودلة ممكن يجيبوا فنان في التلفزيون يكون ما عارفه، ممكن انا يعني يكون مثلا في دولة أجنبية انت كنت وزير ثقافة قاعد مع ناس في مجتمع في هوتيل في اي مكان، انت مشيت مثلا مستضيفينك لاي حاجة او مشيت ساكت زيارة فرنسا، مشيت اي دولة انت قاعد، يجيبوا فنان يعني جادي يشتغل شغل كويس وشغل يبرزنتي فوق الكثير، انا جاد يسالوك الكثير شنو ما بتعرف، الفنان اللي اسمه ما بتعرف ايه ولا ما ايه، فدي يعني عندنا مشاكل كثيره. خلوا الوزير يقعد، اول وزاره ده تكون ثابته بعنوان معين كده نعرفه وزاره كي وكي، تكون ثابته عشان نشتغلوا معاه وزراء، عشان كده اني ناس مجهجهين مره واحد والله صراحه يعني. طيب أشكركم معنا لنا دائما في برنامج أحلى الليالي في رمضان، ومعنا الفنان محمد علي دارسلة. دارسلة لنا كمان استغلت كثير من المرأة، على كل حال استغلت كثير من المرأة للخيول للأمراض لأي شيء استغلتها معنا لاري. المرة دي أنت جيتنا بشنو؟ والله أنا جيت بأعمال أربع أعمال، اللي هي إنسان أنت ما ممكن كل مرة أشيل مستمع سمعه الناس، انت تحاول تغير كل مره تظهر بوجه، عشان كده بقول الفنان. هسه في ناس يقول لك الفنان منيج، والفنان هو الفنان اللي بجد دائما كل ما سنه ولا كل ما عيد ولا كل ما تظهر بحاجه جديده، ده الفنان ده البروفيشنال. لا
لكن انت ما تقول انا فنان وتمشي بس كل يوم تغني الدمبوجوية ولا كل يوم تغني مثلا كورلامي، لا ده تراث حقنا تمام قاعد الا اذا طلب، لكن انت مفروض ده ما خلاص غنيت كم مرة، ما ممكن تجي السهرة دي كل تاني تغني الاغاني القديمة، ما نجي نغني دارسلة هسه ما ممكن. دونك الكون اشوف الشيء الجديد اللي بيعالج القضايا او بريح الناس تشانجيه شوية. فان شاء الله عندي عمل بيقول ده مفروض تكون كان الغنية اولى اللي هي بتقول مبروك عليكم بالعيد السعيد باللمة الجميلة والفرح الشديد. هذه أغنية جميلة، أتمنى بعدين تكون الأغنية الأولى عشان يبارك لكل إن شاء الله. العيد كمان ما في حاجة إن شاء الله، ونرجع فيني ونسمع كمان أغنية مبروك العيد. عليكم بالعيد السعيد، مبروك عليكم بالعيد السعيد، باللمة الجميلة والفرح الشديد. لما العيد يجينا نشعر بالسعادة، لما العيد يجينا نشعر بالسعادة، نتبادل المشاعر اللي كانت لنا عادة، نتبادل المشاعر اللي كانت لنا عادة، نواصل الأرحام كأنه العيد عبادة. مبروك عليكم بالعيد السعيد، مبروك عليكم بالعيد السعيد، باللمة الجميلة بالفرح الشديد. وننسى الخصام، ننسى الخصام، ننسى الخصام، نبدأ بالسلام، ننسى الخصام، ننسى الخصام، دي كانت الشهادة، نسالم الكبير، نسالم البعيد، نسالم الكبير، سالم الكبير، سالم الكبير، تلقى العين السهادة. مبروك عليكم بالعيد السعيد، مبروك عليكم بالعيد السعيد، باللمة الجميلة والفرح الشديد. بكل إرادة في العيد ننسى الفات بصدق وإرادة، إنسان لما يسامح ازداد في المحبة زيادة، في العيد ننسى الفات بصدق وإرادة، إنسان لما يسامح ازداد
زادت المحبة زيادة. إنسان لما يسامع ازداد في المحبة زيادة. إنسان مهما يحصل ينسى المكادو. مبروك عليكم بالعيد السعيد. مبروك عليكم بالعيد السعيد. باللمة الجميلة من فرح الشديد. لما العيد يجينا نشعر بالسعادة. لما العيد يجينا نشعر بالسعادة. نتبادل المشاعر اللي كانت لنا عادو. نتبادل المشاعر اللي كانت لنا عادو. ما واصل الأرحام لأنه العيد عبادة. مبروك عليكم بالعيد السعيد. مبروك عليكم بالعيد السعيد. باللمة الجميلة والفرح الشديد. مبروك عليكم بالعيد السعيد. مبروك عليكم بالعيد السعيد. مبروك عليكم بالعيد السعيد. مبروك عليكم بالعيد السعيد. باللمة الجميلة والفرح الشديد. أتمنى لكم أحلى الليالي في رمضان. أنا كمان نقول مبروك العيد لكل الجمهور الشعب الشاهدين اللي تابعوا معنا في برنامج أحلى الليالي في رمضان. بتعدد كده دي كمان اغنيه من اغانيك الجديده. طيب من وين انت لاقي الدعم؟ دائما كثير من الفنانين قاعدين بيشكوا وجود الدعم مادي او للشركات او للمؤسسات اللي قاعده في شركات ما قاعد تعطي الفنان. انت كيف تلقى الدعم ومن وين تلقى دعم عشان تطلع كل الالبومات؟ والله انا ما اقول كلهم، انا حطلع البوم، البوم حطلعه ان شاء الله فوق 5 أو 6 اغاني باجتهادي الخاص. حتى لو من اعمالي او من شغلي الخاص انا بقدر احاول اجتهد واطلع لي زي 6 ولا 7 اغاني ان شاء الله تكون، عشان لانه انا عندي جمهور، عندي شعبيه وعندي وطنيه. فما ممكن الانسان مهما كانت ظروف صعبه انت لو يعني تبذل جهدك عشان توري الناس ان احنا مهما كانت ضغوط والمعاكسات والظروف المواجهانا برضو ان احنا فننا ده ممنوع، اللي برضو قاعد بقدرتنا نقدر نسويه ان شاء الله. فان شاء الله يعني او مقدراتي البسيطه نقدر نطلع الالبوم ده عشان نوري الناس انه احنا حيين، ما زلنا قاعدين وما زلنا نكافح عشان نحسن ومن اجل الوطن ان احنا نقدم اعمالنا مهما كانوا. لو ان شاء الله 2 3 نقدر نجيب الناس عشان تعرف انه الناس دي حيين وقاعدين عندهم مشكله، لان الناس دي تنسى. ترى لما تطلع اغاني يقول لك انت خلاص انت خلاص مات. في مشكله يعني هسه بالدارجيه في الديانه الناس قاعده تقول لك انت خلاص مات. الفنان لا يموت. خلي الجمهور ادي رساله. بس يقول لك فلان ده مات او فلان ده انتهى خلاص. لا لا، الفنان ما يموت. في فنان في وقت من الايام يكون وضعه سايكولي او وضعه النفسي او مشاكله ما تخليه يكون قاعد، يكون قاعد تشوفه، لكن هو تلقى الصمت اللي هو قاعد فيه ده عنده مفجرات طالعه، عنده اغاني لو انت سمعتها تستغرب. الفنان لما يصمت انت ما تقول ودر، الفنان ما بودر. والناس يقول لك اي ده فنان جديد، هذا لو ما القديم لا ما ممكن، القديم ده هو حيفوت الجديد، لانه الخبره الاكسبيرينس في اي شيء في موديلات في السيارات. هنا انت فقط تقول والله دي موديل جديد، لكن في الفن في الاربع الجديد ما يفوت الجديد، لانه الخبره الاكسبيرينس. جيبهم كلهم الجداد، حطهم في مسرح، حطهم في مسابقه، خليه يغنى اقعد شوفهم. الحضور المسرحي كله غلط، كلهم تلقى حضور المسرحي غلط. وجيب فنان قديم عنده اكسبيرينس عنده خبره، خليه يركب المسرح شوف بيعمل شيء. عشان كده الفن ده هو مضمون، والانسان لازم يحاول يجتهد
كل ما فترة مهما الظروف ضاغط عليك انت تحاول تطلع، ممكن تطلع اغنية واحدة تنجح. الفنان ممكن يطلع اغنية واحدة بس تنجح، والفنان ممكن يطلع اغنية بس باكر يكرهو دنقاية، والفنان ممكن يطلع اغنية باكر تطلع ناس في السماء. انسان انت لازم تقتنع، زي ما قلت لك تقتنع. الناس يقول عندنا مثل بادي يقول تجلي انا دارنا ولا تمر الناس، تجلي انا دارنا ولا تمر الناس. الفن موهبة دون دي المشكلة الكادين خليها بهموم. الفن موهبة. انا قاعد امشي هسه نجيب لي زول من البادية نادم صبارة ولا نادم أكيكي، نجيبه مجمينا امشي يجيب لي نادم قرب في سربون ولا قرب في فرنسا وامريكا ولا قرب في اي محل قرب موسيقى، واجيب النادم انا دار برا من البلاد ده كنت فرج لبرج بس خليه ياخذ مسجله وقول للنادم ده اخدم لي الخدمه دي، ما لانه ده دي موهبه شغال، وده الا ينويته صوت 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 دوري صوت، يعني الا ينويته بنوت حتى يقعد يخدم. فالفن موهبه. انت تشوف الزول الجاي من برا ده تشوفه فنان. انا شخصيا دارسين ده نشوفه لسه ناقص. ليه؟ لانه لما نجيبه كثير شكو. اول شيء ما بقدر بغني الغنى الهسه تمسك ولدنا من عيالنا حتى الجدار، امشي خليه يشتغل سهره حق الفنون بلوتيك يختلف من ما يقدر يغني، يعرف شنو يعرف شنو اللي جات ولا يعرف شنو للبارتي القاعد يغني له، بعرف فوق شنو، ها بعرف المسائل. شوفوني بس ما عندي اي شيء. إذا تلقى ولد البلد ده هو الكون بغني فلان وفلتكان ودارو إيه جي ودريبتير وما تعرف ومنستر فلان، يعني هو اللي بيحرك الناس، يخلي الناس تفرح عشان ما تقدر تتكلم كويس قدام الشعب، يخلي الشعب ذاته يرتاح، الشعب ذاته يعرف هاي هاي منستر فلان كله جاي، هاي ساري دريبتير فلان كله، هاي ساري جي كله، الشعب بعرف بعرف منو من الفنان، بعرف لأن يعني الفنان قاعد يغني. ذاك ما بقدر بجيب أسماء، اسم البارتي ما بقدر بجيب أديل. البارتيزا فكر البارتي اللي قال اسمه ما يقدر اسمع انا النزار ما بيجي بعدي مين تاتا القفوزاتا وما فنان ما تم نتحدام كله ما جابهم نعرف واحد ولا اثنين بس انا نقتني كل فنان نسكر وشو من جابهم قال فنان ما انا ما مقتني بيهم والاخر ما مقتني مش انا بس الاخرين ما جادين وقادين ما مقتني نعرفهم ان وين وقادين وين وقنوش قطابين الفنان البجي هنا هو فنان بنقتنع به. الفن ده واضح ما نقدر نقول فنان عديل نقول ده ما فنان مبارد لا ما نقدر اذا فنان وبروفيشنال سميت زول فنان تعرفه كويس بروفيشنال قاعد يغني ده تعترف فوقه لازم تدي حقه تحترمه لانه ده لكن انت بنجي والله قلنا بنجي والله قلنا بنجي وشكت لهم المليانين ويكسون ايش هذا؟ شكت لولد ده عشان يمشي يشتري آلات عشان يركب سيارة عشان يسوي بيت عشان يقدر بعد يمشي يدرس يربط صب كويس عشان ينفع البلد. للأسف 30 مليون 40 50 مليون ناس شالوه كم يعني للأسف ده ليه؟ لأنه عدم القناعة. لكن أبعد أنت المسؤول أبعد أدرس الكاد البسيط اللي جبته ده شوفه قاعد يغني كيف وقاعد يقول شنو وشوف هو ده غنى لك شنو قارب يا ريت قدرنا ما في شيء شيء الاغنيه بتاعت نادم فنان معروف الشيء اللي تدخل فوق اسم فنان ما نقبل انا كمستمع كزول مسؤول ولا مواطن والله ما نقبل ليش ما تسوي لي اغنيه حقت الباركي ولا تقنن هنا هناك ما تعرف نجيبك لشنو؟ ما نجيبك شنو كوني انا فنان معروف بقني فوق السوق اسمي وانت فرحان بس انت بضحك فيك. طيب يعني اسف كمان اسف والله الاغنيه الثانيه اللي نسمعها والله نسمع اغنيه بتقول يا جسمي ليلى غني يا جسمي وين شايلاني وين يعني يا جسمي يا ربي من الطاري يا اسمه الليلة اسمه الزواج اسمه الحب اسمه كل شيء اسمه
نحن دائما معكم في برنامجكم احلى الليالي في رمضان، ومعنا دائما الفنان محمد علي دارسيلا. يعني الليله كمان اغنيه اياك اسمها اغنيه جديده في البوم كمان معدل، خليكم معنا. يا بسمه وين شايلاني وين مودياني، يا بسمه وين شايلاني وين مودياني، وطني نطرني ويا جسمه أرينا جسمه المحبه جسمه الرفاقه جسمه كل شيء جسمه ويا جسمه لا دخلت باب اسم الريت للتكاتير حسدوني، دخلت باب اسم الريت للتكاتير حسدوني، ومنعوني ودحروني دايرة بقى قلبي سعيد من السعادة، منعوني يا قسوة الريت قسوة محبة قسوة الزواج قسوة يا قسوة لا 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 دخلت باب اسم الريت ريت كتير حسداني، دخلت باب اسم الريت ريت كتير حسداني، ومنعوني ودحروني دايرة بقى قلبي سعيد من السعادة، منعوني يا قسوة أي الريدة قسوة الزواج قسوة المحبة قسوة كل شيء قسوة ويا قسوة لا 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 سألت الناس مين الريد الناس كتير كلموني، سألت الناس عن الريد الناس كتير كلموني، وروروني ودحروني مين الريد كلموني ودحروني وروروني مين الريد قالوا الريض مرض قطير الدكاترة ما بعالجوني ويا قسوة الريضة قسوة الحب قسوة الرفاقة قسوة كل شيء قسوة ويا قسوة لا 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 سألت الناس مين الريد الناس كتير كلموني، سألت الناس عن الريد الناس كتير كلموني، حدثوني ومنعوني من الريد أي الناس كلموني ودحروني ومن الريد قالوا الريد مرض قطير الدكاترة ما بعالجوني ويا قسمة هي الريدة قسمة المحبة قسمة والزواج ده قسمة والرفاقة قسمة كل شيء قسمة ويا قسمة لا لا لا
بسمة وين شايلاني وين مودي يدي أي بسمة وين شايلاني وين مودي يدي ربي مين الطارمي يا قسمة الريدة قسمة زواج ده قسمة المحبة قسمة الريدة قسمة زواج ده قسمة الرفاقة قسمة الرفاقة قسمة كل شيء قسمة كل شيء قسمة محبة قسمة زواج ده قسمة الريدة قسمة ويا قسمة رفاقة قسمة محبة قسمة رفاقة قسمة المحبة قسمة ويا يا قسمة. دائما في برنامجكم احلى الليالي في رمضان وانت كمان جينا النهاية او الصوت النهائي مع الفنان محمد علي السلسلة. السلسلة انت تفكر اغاني كثيرة كثيرة للفنانين مثلا جاهزين او فنانين سودانيين اجيال مزيدة عاملين له، لكن المرة دي بذلت جهد مرة واحدة انا وقلت يا جسمة لان صراحة عجبتني ما اعرف اسلام ان شاء الله كل شيء علينا كمان نشكرك كلام واقع طبعا. نعم ايوه دايما احنا كمان معاك وقاعدين نتكلموا في الاشياء كمان تخص الفنانين الجاهزين، الفنانين الجاهزين لهم ظروف كثيره واكون انت ظروفك اكيد عايش فوق اخوك الثاني ما عايش فوق الفنان الجاهزي اكيد يفكر ويكتب ويفكر كده اذا انت كمان بتكون شنو الفنانين؟ والله طبعا الكتاب هو طبعا انا في شيء يعني الناس اللي تعرف الكمال لله يعني الليله تلقى زول بكتب شعر وما بقدر بلحن، تلقى في زول بكتب له شعر بقدر بلحن، في زول ما بقدر بكتب وما بقدر بلحن الا يلقى جاهز، وده ما هنا خاصه برا النجوم اللي بتشوفها برا ده كثير الا يلقوا جاهز بس خاصه شباب الزمان، فهي دي موهبه عشان كده يعني انا يوم في فنان اجنبي لما جاء شافني يعني نعزف على العود وانا لحن وانا غني وسمع لي كم اعمال قام بطوله رفع يدينه قلت له ما قال لي والله ما مصدق قلت له ما انا براي في كثير من الشاهدين اخواننا الصدمان وحاليا في ناس يكتبوا ارانجي ويلحن ويغني عندكم مدرسه موسيقى قلت له ما عندنا مدرسه موسيقى في من يتعلم عن طريقته الخاصه وفي من فهم الموسيقى وفي من عنده الموهبه فالحاجه دي صعبه يعني ما اي فنان بس يقدر يكمبوزيشن سو او يسوي له شانسون ويجي يغني ما لا ما سهل الشيء الا زول عنده هوايه. طيب عرفنا كمان قلنا في شوطنا النهائي البرنامج ودايرين نقول كمان للمشاهدين اللي قاعدين يشاركوا معنا برنامج احلى ليالي في رمضان نقول لكم البرنامج كمان بدعم هناك او سبونسر هناك من راديسون بلو انا انجمينا مدد تدخل شنو رايك كمان في البرنامج اليوم؟ والله البرنامج جميل حتى برنامج احلى الليالي برنامج احلى الليالي نحن نشكر يعني اول شيء نقدم لك الشكر ونشكر الاخوان كلهم خلف الكواليس الكاميرات والفنيين نشكرهم كلهم وعازف الاورجن اخي وصديقي هشامه ونشكر الفنيين ونشكركم كلكم ونشكر البرنامج، البرنامج جميل ونتمنى البرنامج يعني يتطور ويمشي وما يجيب لانه نحن من 2015 و16 و17 الى 18 طالما بقيت احلى الليالي في رمضان احلى الليالي كله يجيك في رمضان بيجي لكن ما دام انت قلت تتمنى يكون احلى الليالي مستديم احلى الليالي يا ريت لانه التلفزيون انا شعرنا في النهايه زي في محاربه لنا كده لانه اذا كان انت قاعد وطني عندك اعمال وفي برنامج خاص اسمه مسرح الفنون ما بيستضيفك بيستضيف ناس اخرين وانت عارفك انت قدراتك وشنو دار تقدم حاجه للشعب كل مره فثلاثة سنه انت كفنان موجود في البلد وبرنامج خاص خصك انت ما يجيبوكم ويجيبوا ناس اخر ولا يجيبوا ناس ذاتهم ما برنامجهم يعني مثلا يجيبوا ناس ما برنامجهم ده ما برنامج مثلا ناس ما فنانين بيجيبون في البرنامج ما يعني ما قدراتنا يعني ما المفروض ف
انت قدم وبلدك ده خليه يقدم، يمكن في حاجه يقدمها تنفع المجتمع، في نصائح غني الاسلام دين السلام، غني بنهديه للشباب انه خليه خدته باله، الواحد ما تدخل مصلي وما تمشي الجوع ما تفجر نفسك في شنو، بعدين تلاقي ربك كيف في ما رساله في كلام، ده كلام جميل جدا، فدي حاجات مكتومه في احلى من كده. ها في غني اسمها احنا كاديين ضليت نحار من فيا واعوذ اليه من دوزار، يعني دي برضه غنيه جديده ما تغنى، تتغنى وين؟ اذا كانت التلفزيون ذاته واسع علينا فرص، فمش كده ممكن كان ما في فرص من الوزارة أو دعم من الحكومة مثلا للفنان عشان يطور ويساعد ويرفع من الندرات الفنية تحت البلد، خلي التلفزيون، التلفزيون خليه يلتقط، أنت عندك ناس، عندك مواهب، ناس ما سهلين، كم هبشت بالليل كله بتلقى عندك أغنية جاهزة، فليش هي تحرمه؟ ما تقدمه للمجتمع. طيب الأغنية الأخيرة اللي حكمنا شكرا جزيلا، وإن شاء الله في أغنية والعيد طبعا دائما زي ما قبل قلت اللمه جميله والفرح شديد، وفي العيد طبعا ما في زول بيزعل، احنا بنكون كلنا فرحانين لان العيد سامع كل الناس ايوه سامع بتكون فرحان ايوه. اما الغنيه هي بتقول ما تزعل ما تزعل حبيبي انا ما تزعل، فان شاء الله نقدمها لانه في العيد ده نقول لهم ما تزعل، كل احبابنا واخواننا لهم خاصة تحية زملاني وأهلي وأصدقائي وكل معجبين بارسلة، نقول لهم كل سنة وانتم طيبين وإن شاء الله ما تزعلوا. خليكم معنا مشاهدينا نادي الرجال وخاصة برنامج أحلى الليالي في رمضان، وآخر لنا أغنية معكم ما تزعل من الفنان محمد علي بارسلة. تزعل وما تزعل وما تزعل حبيبي ما تزعل ما تزعل حبيبي ما تزعل ما تزعل ما تزعل حبيبي انا انت ما تزعل تعالي انا انا ايوه ما تزعل وما تزعل حبيبي ما تزعل ما تزعل حبيبي ما تزعل ما تزعل حبيبي انا انت ما تزعل تعلي انا مشاكل الريدة دايرة صبر حبيبي انا انت ما تزعل اي مشاكل الريدة دايرة صبر حبيبي انا انت ما تزعل مشاكل البيت الدموع تضطر حبيبي انا انت ما تزعل مشاكل البيت الدموع تضطر مشاكل الناس مليها عذر حبيبي انا وما تزعل حبيبي انا انت ما تزعل تعلي انا فرق ام قلبك حبيبي انا انت ما تزعل ما تخلي قلبك حبيبي انا انت ما تزعل فرق ام قلبك حبيبي انا انت ما تزعل ما تخلي قلبك حبيبي انا انت ما تزعل امشي طول دربك حبيبي انا ما في زول بحاربك
حبيبي أنا ما تزعل ما تزعل حبيبي ما تزعل ما تزعل حبيبي ما تزعل ما تزعل حبيبي أنا أنت ما تزعل تعلي أنا أنا الدنيا دوارة حبيبي أنا أنت ما تزعل خلي بحالة حبيبي أنا وأصل ما تزعل الدنيا دوارة حبيبي أنا أنت ما تزعل خلي بحالة حبيبي أنا أنت ما تزعل يوم الظروف تجارة حبيبي أنا ما داير إشارة حبيبي أنا وما تزعل أنت ما تزعل زعل حبيبي ما تزعل ما تزعل حبيبي أنا أنت ما تزعل تعلي أنا شكل الريت طايرة صبر حبيبي أنا أصل ما تزعل مشاكل الريت طايرة صبر حبيبي أنا أنت ما تزعل مشاكل البيت الدمع تطر حبيبي أنا أنت ما تزعل أي مشاكل الريت طايرة صبر حبيبي أنا انت ما تزعل مشاكل البيت الدموع تطر حبيبي انا اصل ما تزعل مشاكل البيت الدموع تطر مشاكل الناس مليح عذر حبيبي انا وما تزعل يلا ما تزعل وما تزعل حبيبي ما تزعل وما تزعل يلا ما تزعل وما تزعل حبيبي ما تزعل وما تزعل أصل ما تزعل تعلي أنا حبيبي أنا أنت ما تزعل تعلي أنا حبيبي أنا أصل ما تزعل تعلي أنا حبيبي أنا وما تزعل وما تزعل يا حبيبي أنا تعلي أنا وإنت ما تزعل تعلي أنا حبيبي أنا وما تزعل حبيبي أنا إنت ما تزعل تعلي أنا